هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء مع برنامجكم رمضان كريم. نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، رمضان شهر الرحمة، رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر العتق من النار، رمضان شهر صلة الرحم. وما أدراك ما صلة الرحم؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني الذي يسأل بعضكم بعضا به، واتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الرحم قال عنها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرحم يوم فرغ الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق تعلقت بعرشه سبحانه وتعالى وقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال الله سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. فقال عز وجل: ذلك لك. هذا أكبر دليل على ما لصلة الرحم من قيمة في الإسلام. كيف لا؟ كيف لا وهي التي تدل على انسجام الأمة الإسلامية وعلى ترابط عرى المحبة بين أفرادها وعلى تواددها وعلى تراحمها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الرحم هي تلك الوشيجة التي تربط بين بني الإنسان
كلهم، لأننا في الأخير أخوة في الإنسانية، أبونا وأمنا واحدان، آدم وحواء، فكلنا لآدم وآدم من تراب، فكلنا في الحقيقة ذوي أرحام. ألم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما أو صلاة الجنازة، والاستغفار لهما، وإنفاذ وعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، حتى بعد والديك عليك أن تواصل في صلة رحمهما. ما نقولوش كما يقولوا العباد، الطفل يسأل في أبوه يقول: يا أبويا، خالي أش يكون لنا؟ أش يقول له؟ يقول له: إذا ماتت أمك ما كناش نعرفه. ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ الخال يبقى خال، والعم يبقى عم، والخالة تبقى كذلك، والخال كذلك، وأبناء العمومة وأبناء الأخوال كلهم أرحام تجب صلتهم، تجب، واجب. كيف تكون الصلة؟ احنا نحصل صلة الرحم في الزيارة وتبادل الزيارة، ونخليها ساعة ساعة مرة في العام من العيد للعيد، باش نشوف مش أقاربي، ساعة ساعة أخويا وساعة ساعة أبويا، ما نشوفه إلا من العيد للعيد. قال شنو؟ قال: هذا يا عيد وصلة رحم. وهذا أمر خاطئ، لأن تبادل الزيارة هو جزء ضئيل من صلة الرحم. صلة الرحم تتمثل في الإحسان للأرحام، صلة الرحم تتمثل في معاونتهم، في نصحهم، في القيام بما يجب أن يقام لهم من كل الأعمال التي تعود عليهم بالخير. هذه صلة الرحم الحقيقية، فعلينا أن نفهم ذلك، وألا نقصر صلة الرحم على الزيارة وتبادل الزيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك أقوام فاسقون بعيدون عن طريق الله، ولكن الله سبحانه وتعالى بسط لهم في رزقهم بصلتهم لأرحامهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ربي سبحانه وتعالى يزيدك في رزقك، يوسع حولك، ويبارك لك في عمرك ويزيده. لماذا؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه، بالمعنى الواسع لصلة الرحم، حتى نكون بإذن الله سبحانه وتعالى واصلين لأرحامنا غير قاطعين لها. وإلى فاصل قصير نعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. Yeah.
الأصالة ليس له مثيل. هذه الرحم متى يكون الإنسان واصلا لها بأتم معنى الكلمة؟ هل يكون واصلا لرحمه عندما يتبادل الزيارات مع ذوي أرحامه؟ أظن أن ذلك ليس صحيحا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، كيف يربينا ويعلمنا ألا نقابل السيئة بالسيئة، بل نقابل السيئة بالحسنة؟ قال لنا راه وصل الرحم الحقيقي، مش اللي يجيه أقاريبه يعود هو يمشي له، هذا يسمى مكافأة، يعني رجعت له حقه، رجعت له زيارته. ما نشكون الواصل الحقيقي يا سيدي؟ قال: الواصل من قطعت رحمه فوصلها. ولذلك نشوف سيدنا عليه الصلاة والسلام المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسيدنا عقبة بن عامر. قال له: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه أخلاق النبوة، وهذه الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلمون، كل المسلمين. صل من قطعك رحمك، يقطعها أولو أرحامك وأنت تصلها. اسمعوا إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قرابة له، فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. تعرفوش يجاوبوا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذا كنت كما قلت، يعني أنت تقول في الحقيقة أهلك وقرابتك أنت توصلهم وتزورهم وتعملهم الباهي وهما يقطعوك، يقابلوك بعكس ما قابلتهم به، وكما قلت أنت أيضا تحسن إليهم ويسيئون إليك، تحسن إليهم ويسيئون إليك. نعم، وتحلم عنهم، توسع عليهم بالك، ما تقابلش السيئة بالسيئة، ويجهلون عليك، يفعلون معك كل الأباطيل. إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار عافاكم الله، يعني كأنك تطعمهم عوض المأكل والمشرب، إنما تطعمهم الرماد الحار، لأنهم يقابلونك بعكس ما تقابلهم به. أنت في منتهى الرضا والخوف من الله سبحانه وتعالى، وتطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: صل من رحمك، وهم والعياذ بالله لا يفعلون ذلك. فعلينا أن نفهم هذا، وأن
نفهم أن الإنسان، أن المسلم، أن المؤمن لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني إذا تخاصمت مع أخيك، أخوك في الإسلام، تعرفوش أيها الأخوة الكرام أن ربي سبحانه وتعالى عندما ينزل رحماته على العباد وعندما يشمل عفوه ومغفرته كل العباد، ماذا يقول للملائكة؟ يقول لهم انظرا هذين المتشاحنين، المتخاصمين، المتباعدين، المتنافرين، انظرا هذين حتى يصالحا. ولذلك جعل الإسلام إصلاح ذات البين أعظم من درجة الصيام والقيام. اللهم أصلح ذات بيننا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.